ماذا في العناوين؟ صباح الخير. فخامة الرئيس قل كلمة واحدة فتحيا بها الجمهورية. دولة الرئيس اكتب الاستقالة في سجل التاريخ. صدور البيان الأول الموحد عن الثورة. استقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة. استقالة أو تعديل وجنبلاط يلوم العهد. بعد 6 أيام هو صامت، لكن المتحدث باسمه هو الصهر الكريم. المصارف تعمل عن بعد. المصارف عم بتعبي آلات الـ ATM بالكاش وموجودة. بيقولوا ما حدا بيخلق معلم. لا تعلم ولادك وتقدر تكفيلهم جامعات. بلش جمع ببرنامج سيف ستيبس من الاعتماد اللبناني للتأمين وإعادة التأمين ابتداء من $20 بالشهر مخصومين مباشرة من حسابك المصرفي، وأمن لعلمهم بكرة. وفي اليوم السابع 3 رؤساء لا يسمعون ولا يريدون أن يفهموا، 30 وزيرا ناقص 4 الآن يرفضون إخلاء المكان بعدما صار إشغالهم احتلالا وخطاباتهم تجديفا وورقة إصلاحهم برطيلا بعفو عن المحكومين وقروض للسكن للمشردين وضمان للمسنين. تطالبون بالعد وتحتكمون إلى العداد الطائفي عندما يخدم مصالحكم، وتنكرون العداد الوطني العابر كل الساحات والجندر والأعمار. فخامة الرئيس ميشيل عون قل كلمة واحدة تنقذ بها الجمهورية. دولة الرئيس سعد الحريري اكتب كلمة واحدة استقالة تنقذ بها مستقبلك. امتثل لقرار الشعب وتماثل مع والدك الشهيد الذي كان يعرف كيف يحكم ومتى يحتكم ومتى يستقيل. أما وزير التربية أكرم شهيب فالكلمة التي تصيبه هي فقط كلمة حرام، والرد جاء من التلاميذ بقساوة على وزيرهم. بدي بس وصل رسالة للأستاذ أكرم شهيب إنه نحن باقيين على الشوارع، لو قد ما فتح المدارس والمدارس اليوم ما سكروا وما ردوا عليه ونحن حنضل عم ننزل كل يوم على المزارات لصوت حكومة. بدي أقول للشباب كلهم ينزلوا لهون، وبكره ما حدا بيدعس المدرسة، كله بينزل على وزارة التربية بيطالب بحقوقه. وأكرم شهيب أنت منك وزير. ورئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب المعين سياسيا فقد جاءه الرد من مصدرين، من أساتذة الجامعة ومن طلابها معا. وإلى الاثنين دعوة إلى الاستقالة لأنكما في كوكب آخر وستنزلان في ذيل التاريخ. واليوم لا مدارس ولا جامعات بعدما اضطر شيب وأيوب إلى تراجع عن قراريهما بفتح أبواب المدارس والكليات اليوم. نحن لازم نتعلم مثل أولاد الزعماء ويكون عندنا ماي وكهرباء وبحر نظيف. وفي اليوم السابع إذن لن يعرف الحراك راحة ولا الأوادم استراحة قبل أن يستسلم أهل الذمم الواسعة ويسلم الجمهورية إلى نظام نظيف وحكومة اختصاص، وقبل أن يقر هؤلاء باختصاصهم الحصري في تركيب ديون على الدولة ورهن ثرواتها حتى ولد الولد وتهريب المال العام إلى جيوبهم وحساباتهم في لبنان والمهجر. سعر صرف الدولار اليوم تجاوز 1800 ليرة بالسوق السوداء. بكرة مش بس نزين كرمال الدولار، هيدا النظام السياسي الطائفي العفن. نحن بدنا تغيير نظام، مش شوية مصاري سرقتوها تردولنا، هيدا ما بكفي. بدي بس انه يصير في حق للأم. في ناس كان عم طالب بتسليم سلاح وقصص، نحن نازلين طالب بمطالب الشعب مش بمطالب زعمانا اللي كانوا عم يطلبوها هني اصلا بالسياسة. انا على 14 ولا 8 انا 17 سنين كلهم يعني كلهم.
وبمواجهة صوت الناس استنفر نواب التيار الوطني الحر عدة الشغل. النائب زياد أسود دعا جمهور التيار إلى الجهوزية، أما النائب السابق نبيل الأولى فدعا الجيش إلى استعمال القوة ضد المتظاهرين. الجهوزية التي تحدث عنها أسود تذكر بمواجهة شارعي 8 و14 أذار عام 2005، وتقول المعلومات إن التيار يدرس الأرض ومدى نجاح ثورة مضادة داعمة لرئيس الجمهورية، وقد بدأت طلائعها مع التحرك العوني في الحدث. رئيس الحكومة سعد الحريري الذي اتصل برئيس المجلس نبيه بري نفى شائعات عن كتابة استقالته، إلا أن وكالات عربية وأجنبية تحدثت نقلا عن مصادر السراي أن الأمر مطروح وهو قيد الدرس. مستشار رئيس الحكومة نديم المنلا لم يخفي لرويترز أن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، الأمر الذي سيحسم خلال أيام، لكنه لم يبلغ بعد مرحلة النقاش الجدي. وفي الواقع فقد ناقش المعنيون احتمالين، الأول استقالة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط برئاسة سعد الحريري، الاحتمال الثاني إجراء تعديل وزاري جزئي يطال وزراء أساسيين من الصف الأول. وتحدثت معلومات عن تعديل وزاري يخلص الحكومة الحالية إلى 14 أو 16 وزيرا، إلا أن التعديل صعب خاصة إذا كان يهدف إلى إقصاء بعض الوجوه التي تشكل استفزازا، وهذا الاحتمال يصطدم برفض مطلق من بعده. مصادر وزارية مقربة من بعبدة اعتبرت أنه من المبكر الحديث عن تعديل حكومي، فالحديث الآن هو عن عملية تكليف بدلا من وزراء القوات، ومن ضمنها موقع نائب رئيس الحكومة. صحيفة الأخبار ذكرت أن رئيس الجمهورية كان قد طرح استقالة 4 وزراء مسلمين بعد استقالة وزراء القوات المسيحيين 4، أو الذهاب إلى حكومة من 16 وزيرا، لكن اقتراحه رفض من قبل الرئيسين بري والحريري وحزب الله. في سياق وفي حال عدم استقالة الحكومة، فإن الترميم يقضي بتعيين بدلاء عن وزراء القوات اللبنانية للخلل الطائفي، إلا إذا استمر الوزراء 4 بتصريف الأعمال، خاصة وأنه تبين أن الوزراء بالأصالة وبالوكالة في هذه الحكومة هم من ذات التيار السياسي. حول استقالة وزراء القوات قال رئيس المجلس نبيه بري: لو استشرت بالأمر قبل حصوله لنصحت بعدم قبولها، أما وقد حصلت فأميل إلى التريث وإعطاء فرصة لربما تطرأ بعض الظروف التي تدفع القوات إلى إعادة النظر. وبقدر ما تبدو الحكومة مترددة بقدر ما بدا الحراك موحدا، وقد تشكلت هيئة تنسيق الثورة التي أصدرت بيانا مشتركا بالمطالب تلي في ساحة رياض الصلح وترددت أصداؤه في كل الساحات. العميد المتقاعد جورج نادر تلا البيان: استقالة الحكومة ثورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة، وتكون مهامها محددة بالنقاط التالية: افترداد الأموال المنهوبة من قبل كل الذين تولوا السلطة من 1990 حتى اليوم، ومحاسبتهم ومنعهم من مغادرة البلاد، ويتبنى كل ما جاء في بيان نادي القضاة بهذا الخصوص، معالجة الملفات الحياتية والمالية الضاغطة، وانتشال الوطن من الهاوية التي أوصلتنا إليها هذه السلطة الفاسدة، العمل على إجراء انتخابات نيابية مبكرة وفق نظام انتخابي جديد طبقا للمادة 22 من الدستور في مهلة أقصاها 6 أشهر. في أحوال الطرقات يمكن القول أن الطرقات الأساسية مقفلة، خاصة على الأوتوستراد الساحلي، أنفاق المطار، جسر خلدي، برج المر، بعض المنعطفات الأساسية والمستديرات في منطقة الكورة وبعض المناطق. ونشير أيضا إلى أن أمس كان يوما حاشدا بامتياز، حشدا مليونيا شهده يوم أمس، لف لبنان من أقصاه إلى أقصاه: بيروت، طرابلس، زحلي، صور، جوني وسائر المناطق اللبنانية. سجناء وموقوفو سجن صور نفذوا إضرابا عن الطعام مطالبين بالعفو ومتضامنين مع المتظاهرين. نقابات المهن الحرة انضمت إلى الحراك، وتحديدا نقابتي الصيادلة في بيروت وطرابلس ونقابة المحامين في طرابلس أيضا.
نقابة إذن المحامين في طرابلس أعلنت أنها وضعت خدمات مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة بتصرف الحراك، وذكرت بدور نقابة المحامين الأول كحامل للحريات، ووضعت خطا ساخنا لمواكبة انتهاكات الحراك. العضو السابق لمجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي سميح بشراوي دعا النقابة إلى إثبات وجودها كضامن للحريات العامة في لبنان، وقال لإذاعتنا: عضو مجلس نقابة المحامين سابقاً المحامي سميح بشراوي، تشارك في الحراك قراءتك الأولية؟ الحقيقة أنه هالحراك هيدا رح يشكل علامة فارقة بتاريخ لبنان، لأنه ما بعد 17 تشرين الأول ليس كما قبل 17 تشرين الأول، خاصة وأنه هالحراك هيدا إجا بشكل عابر للطوائف والأحزاب والتيارات والاصطفافات كلها سوا، وكما جاء بعد معاناة طويلة لشعبنا، وأيضا شكل بارقة أمل لكل اللبنانيين في الداخل والخارج، ومحطة أساسية على طريق بناء لبنان الغد، لبنان الدولة المدنية، دولة المؤسسات والمواطنة الكريمة. من هون إجا هالتحرك الشعبي حتى يوضع حد للأداء الفاشل لهالطبقة السياسية يلي فقدت ثقة شعبها وجعلت من لبنان دولة فاشلة بامتياز. بالنتيجة يلي بيفقد ثقة شعبه يعني أحلله وأشرف له أنه يفل ويترك غيره يعيد هالثقة بهالبلد ويبنيه على قدر طموحات شبابه. لذلك فمطالب الشعب المنتفض على هالواقع المذري بكل الساحات اللبنانية هي مطالب أكثر من محقة، لأنه يلي صار له بالسلطة من 10 سنين أو 20 سنة أو 15 سنة أو 30 سنة بعد لهلأ ما قدر يأمن كهرباء ولا حتى مياه ولا يحافظ على بيئة نظيفة ولا يبني مؤسسات، بل مزرعة قوامة المحاصصات والسمسرات والصفقات المشبوهة، لكن بالمقابل لا في محاسبة ولا مساءلة لأي فاسد بهالجمهورية. لهالسبب كان من الطبيعي أنه تولد هالانتفاضة الشعبية تتحقق أحلام وطموحات شبابنا بلبنان الغد يلي بيأمن لهم فرص عمل وحياة كريمة للعيش فيه. أين نقابة المحامين من الحراك الحاصل؟ نقابة المحامين ببيروت هي من النقابات، وهي الحصن الحصين للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان، ومن هالحقوق هي حق الإنسان بالعيش الكريم يلي بيوازي بأهميته أي حق من الحقوق اللي كفلها الدستور. لكن للأسف لغاية تاريخه اليوم هناك غياب لموقف النقابة يلي كانت عطول تواكب الأحداث المهمة والمفصلية بتاريخ لبنان. لذلك أنا بدعي بكل محبة واحترام مجلس نقابتنا الكريم نقيبا وأعضاء بما لها النقابة من دور في بناء دولة القانون والمؤسسات إلى المساهمة في ولادة لبنان الغد اللي بيرتكز أساسا على دور فاعل للقضاء، أساسه سلطة قضائية مستقلة بكل ما للكلمة من معنى لأجل مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإعادة هيبة الدولة إلى مؤسساتها. وقبل مواصلة النشر نشير إلى أن الجيش اللبناني منتشر في هذه الأثناء على أوتوستراد نهر الكلب ويجري مفاوضات مع المتظاهرين لإعادة فتح الطريق. وننتقل الآن إلى زميلة جوزفين أبي غصن. نعم إلسي، في الحقيقة قبيل انعقاد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي وصل منذ قليل إلى الصرح البطاركي النائب إبراهيم كنعان. إذن عند 9:30 سيعقد اجتماع لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمشاركة بطاركة الأرثوذكس. الاجتماع في بكركي جاء بدعوة من البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي، وحسب ما جاء في الدعوة للبحث في الأوضاع المأساوية التي آلت إليها البلاد في ضوء التظاهرات الشعبية والمطالب المحقة. من بكركي كانت معكم جوزيفين أبي غصن، عودة لمتابعة نشرة الأخبار. المصارف المقفلة منذ بدء الحراك متخوفة من اليوم الأول للعمل لجهة التهافت على سحب الودائع ولجهة أن تتحول الأزمة من أزمة مالية إلى أزمة نقدية، وقد يكون الدولار أحد الأسلحة التي ستعمل الحكومة على شهره في الوقت المناسب وتحميل العصيان المدني ما آلت إليه الأوضاع. نقابة الصرافين نفت أن يكون الدولار قد بلغ في سوق الصيرفة عتبة 1800 ليرة. وزارة المال أعلنت إنجاز معاملات دفع الرواتب كالمعتاد ومن دون تأخير.
كبير مستشاري مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل طمأن إلى أن الأموال متوفرة في أجهزة الصراف الآلي، وقال لصوت لبنان ردا على السؤال حول التخوف من تهافت المودعين على سحب أموالهم أو تحويلها إلى الدولار في اليوم الأول لعمل المصارف بعد طول انقطاع. المصارف مقفلة لأسباب لوجستية، هي صعوبة وصول 26 ألف موظف بالقطاع المصرفي على مساحة لبنان إلى مراكز عملهم. المصارف يعني عم بتعبي آلات الـ ATMs بالكاش وموجودة، زبائن فيها تسحب منها أموال وتوضع فيها شيكات كمان، والسنترالات المصارف موجودة لتجاوب على أسئلة الزبائن 24 ساعة على 24. المصارف متحضرة لاحتمال يكون في طلب تحويل أموال من الليرة إلى الدولار، بس كمان ما لازم ننسى أنه ممكن يكون في تحويل أموال من العملات الأجنبية إلى الليرة اللبنانية. ودائع القطاع المصرفي 73% منها تقريبا بالعملات الأجنبية، الباقي 23% بالليرة اللبنانية، هي كتلة تعتبر أقل من الكتلة اللي موجودة بالعملات الأجنبية. إذا في طلب إلى التحويلات من الليرة إلى العملات الأجنبية ما رح ينطلب كل هالكتلة النقدية هيدي التحويلها، وما سيطلب. المصارف عارفة يعني شو ممكن يحصل، تاخد سيناريوهات عدة وهي مهيئة إلى انتظار يوم فتح المصارف. من خارج السياق الآن، تم إسقاط طائرة مسيرة أمام بوابة فاطمة في الجنوب. في المواقف دعت الخارجية الفرنسية إلى احترام حق اللبنانيين في التظاهر، وحثت الحكومة على السير بالإجراءات الإصلاحية، وجددت التزام باريس بالتنفيذ السريع لمقررات مؤتمر السدر. وكان الرئيس الحريري قد استقبل أمس سفراء مجموعة الدعم الدولية التي دعت المسؤولين إلى الاستماع إلى المطالب الشرعية التي يطرحها الناس والعمل معهم على بلورة الحلول وتطبيقها، كما والامتناع عن الكلام والأفعال التي تلهب التوترات وتحرض على العنف. الرئيس أمين الجميل الذي زار أمس بكركي رأى أنه في العام 1920 توحدت الأرض، واليوم عشية الذكرى المئوية للبنان الكبير، فإن التظاهرات تؤكد وحدة الأرض والجغرافيا والمناطق والشعب من الجنوب إلى الشمال تحت راية العلم اللبناني بشعار واحد هو وحدة لبنان واستقلاله وسيادته، وشدد على وجوب المحافظة على إنجازات الانتفاضة الشعبية والانطلاق منها في أي تحرك سياسي في المستقبل، لافتا إلى أن الوقت لا يلعب لمصلحة لبنان، ويجب تشجير مكتسبات الانتفاضة بما يخدم إنقاذ المؤسسات والاقتصاد ويحقق الأمن الاجتماعي والمعيشي للمواطنين بعد طول معاناة. ودعا الرئيس الجميل إلى تلبية المطالب المحقة. رئيس التقدم وليد جملاط نعى الورقة الإصلاحية واعتبرها نوعا من المخدر لبعض الوقت، وقد عبر عن استيائه من استمرار رئيس الحكومة في الارتماء في حضني العهد وحزب الله، وتوجه في حديث لسكاي نيوز عربية إلى رئيس الجمهورية. بعد 6 أيام هو صامت، قالوا لنا أنه سيتحدث، لكن المتحدث باسمه هو الصهر الكريم الذي خرب البلاد والعباد. إن وفد من اللقاء الديمقراطي والحزب سيزوره ويزور الرئيس بري لكي نطرح هذه الفكرة. نعم، نحن أصحاب هذه الفكرة بتعديل وزاري وتعديل حقائب كي نتخلص من هذه الزمرة الحاكمة التي استولت وتريد أن تستولي على مقدرات البلاد السياسية، وقد فشلت، العهد فشل، المالية هنا الخطر بأن أستولي بعض المحسوبيات على القطاع العام، وهذا الاعتراض الأساسي. الرئيس نجيب ميقاتي يقترح حلا يقضي باستقالة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة جديدة برئاسته على أن تضم وجوها من المجتمع المدني. الرئيس فؤاد السنيور اقترح حكومة اختصاصيين مصغرة برئاسة سعد الحريري مهمتها تنفيذ الإصلاحات، وقال للعربية إن على الرئيس عون أن يدرك بأن هناك انحسارا في صدقية العهد وشعبيته، ودعا السنيور عون إلى التصرف كرئيس للجمهورية وليس كرئيس للتيار. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل غرد عبر تويتر فكتب: قانون استرداد الأموال المنهوبة موجود من العام 2017 بجوارير مجلس النواب ويحتاج إلى جلسة عامة واحدة ليصبح حقيقة. الموضوع سهل، وسأل: ما الذي منعكم من أن تقروه على مدى سنتين؟ حزب الله أيد الورقة الإصلاحية، واعتبر الوزير محمد فنيش أن مطلب حكومة الاختصاص لا مكان لها في الحياة اللبنانية بعد الطائف.
أولى ضحايا الثورة كف يد مديرة الوكالة الوطنية بالتكليف لوري سليمان وتعيين زياد حرفوش مكانها بقرار اتخذه وزير الإعلام جمال الجراح يوم الخميس الماضي. سليمان علقت على القرار وقالت إن وزير الإعلام أقالني بموجب رسالة وصلتني عبر الحاجب. وتقول معلومات إن وزيرة الطاقة ندى بستاني هددت موظفين بنقلهم من جوني إلى الجي في حال شاركوا في التظاهرات. معي مباشرة العميد المتقاعد جورج نادر. صباح الخير. صباح النور. من هي الثورة؟ هذه الثورة هذه لما انتفض الشعب اللبناني لوحده قام كله سوا بكل المناطق اللبنانية من صور لعكر لبعلبك الهرمل ورفض هالطبقة السياسية والإقطاع السياسي والمذهبي ورفض الحصص الطائفية والتعصب. قدر هذه الثورة بلا ممكن حدا يتصور كان انه الشعب اللبناني بهالشكل هذا. هذه ثورة الثورات. هل يمكن القول انه هيئة التنسيق اللي انبثقت بالامس تشكل مرجعية واحدة مجلس قيادي واحد لكل الحراك؟ لا قيادة الثورة ما حدا طبعا في فضل تراكمي للناشطين اللي كانوا من زمان بالارض كثير منيح إنما لا احد يدعي قيادتها. نحن لما عملنا بيان قلنا نحن نواكب الحراك نحن نحاكي نضرب الشارع بس بدي اطلب منك اذا في مجال شوي تحسن الموقع مشان نقدر هلا مش الحال. نعم تفضل. اوكي نحن ما قلنا قياده الحراك نحن قلنا نستجيب لنبض الشارع ونحاكي ونستجيب للانتفاضه. ما قلنا ابدا انه ندعي قياده الحراك. نحن 37 مجموعه من الناس اللي كانوا كل عمرهم بالشارع الابواب مفتوحه لكل الناشطين والحراكيين بكل المناطق اللبنانيه تنكون كلنا سوا بهالانتفاضة العظيمة ونسقط الحكومة ونعمل حكومة اتحاد وطني أو مش اتحاد وطني عفوا حكومة إنقاذ وطني مشكلة من اختصاصيين أوادم من خارج المنظومة السلطوية اللي هي بدها تشيلنا هالحكومة اللي متأملين فيها تشيلنا من الهاوية اللي حطونا فيها السلطة. كيف عم بيصير التواصل بين المناطق يعني كل الساحات وكأنها ضمن وتيرة واحدة؟ هذا اللي قلت لك عنه يا أستاذي إنه هذه عجيبة من عجيب يقوم الشعب اللبناني بكل المناطق ينتفض على الإقطاع السياسي والمذهبي تبعه وعلى الحصص وعلى الكذب والهدر والفساد والعهر السياسي. هيدي عجيبة تقول لك إنه كيف اتصلوا كيف نسقوا مع بعضهم لم نسئين ولا حدا اتصل ولا حدا يدعي إنه هو وراء الانتفاضة. عم تتفاجئوا بالأعداد؟ إيه أنا شخصيا فوجئت. هل في تخوف من يعني أن تعمد السلطة على محاولة تجفيف الثورة من الداخل؟ المحاولات السلطة هلأ محاولات قد ما بدك مرة بالتدخل الميليشياوي السلطوي بصوره بالنبطية وبطرابلس وهالمحلات مرة بالتهديد ومرة بالوعيد ومرة بفصل الموظفين والتهديد بشحطهم من شغلهم مرة بالإغراءات هودا ما فين يعملوا فين يعملوها مع بعض الناس بس ما فين يعملوها مع مليوني شخص نزلوا بكل المناطق اللبنانية. هل في تخوف من وجود شارع ضد شارع؟ ما في شارع أي شارع بضيطة ضد المليونين. مين هو اللي بيسترجي الحزب؟ أنا بتحدى أي حزب أو حركة أو تيار أو شو ما كان يكون يسترجي نزل شارع بوجه الناس. شو هذا هذه بركان نازل ما بيسترجي بوجهه ما بيسترجي يعمل شارع. تحدي مني شخصيا لكل احزاب السلطه اذا حدا منهم بيسترجي نزل شارع. من يمول الثوره؟ ما حدا. الثوره تمول نفسها بنفسها. الثوره الشباب صبايا من كل المناطق ما بتعرف كيف بتجيك صندوق المي ما بتعرف كيف بتجيك الساندويتش ما بتعرف مين بيجي بيلمس بيت وحده. ثوره تمول نفسها بنفسها. ما حدا يدعي يجي ساعه اللي سفرات ساعه اللي امريكا ساعه اللي السعوديه ساعه ايران كل واحد بيقطف على ذوقه وبيحطها لتيريميل. هذه خبرية السلطة وحزيب السلطة لتشويه صورة الثورة. هذه الثورة رقية لا تشوه صورتها. هني صورة اللي بشوها وهني صورة الوسخة قدام الرأي العام اللبناني والعالمي. تقول شكرا للناس للشعب؟ أكيد أكيد شكرا. هذا الشعب بتنحني لقلو بترفع له برنيطة وبتقول له أنت شعب لبنان العظيم أنت لبنان العظيم أنت شرف الأمة اللبنانية أنت أبو صور لانتفاض الميليشيا السلطة أنت أبو النبطية ثوار النبطية لمعنى ثورة المحروف بطرابلس الحراك المدني الأكيري من آخر الدنيا
في كل فرد كلمة واحدة، لا للمنظومة الفساد، لا للطبقة السياسية الحاكمة، لا للسرقة والنهب وما التجربة الدين يا رجال الدين ويا رجال السياسي. نحن كلنا شعب واحد. عم نسمع بالساحات يعني ما تبخذني لما بشوف حضرتك على التلفزيون غير لما بتنزل بتشوف الناس ونبض الناس جوا. ما حدا يجرب من السلطة يستخدم أي مذهبي أو طائفي أو استغلال أو كلام رخيص عمل السفرات عمل ما بعرف مين. ورقة الإصلاحية ما رضيتكم، تعديل وزاري يرضي الشارع. أول شيء بدي أقول كلمة يمكن شوي هيك، القحبة لا تحاضر بالعفاف، هذه ورقة إصلاحية ما بدي نفذها. هودي اللي سرقين، هودي اللي سرقوا من الدولة وغرقونا بالديون وعم نشوفوا شو عم يعملوا، بيتهموا بعضهم بالفساد على التلفزيون. هودي بدنا نصدق بدي اعمل ورقه اصلاحيه او شعب كذاب؟ هودي لا يصلح البلد الا ما ينزلوا عند الكراسيون. تعديل وزاري؟ لا لا لا، شو تعديل وزاري؟ شو تعديل وزاري يعني؟ يعني بضل شو بنشيل اثنين ثلاثه لا ابدا. الحكومه الانقاذ الوطني من خارج المنظومه السياسيه ونقطع السطر وما عجبون خليهم يواجهوا مليون شخص. رئيسه قاضي. وإذا مجلس النواب بالاستشارات النيابية المنزمة أعاد تكليف وتسمية الرئيس سعد الحريري، من ضل بالأرض تيجي قاضي رئيس حكومة وأشخاص مشهود لأنهم بالنزاهة وبالكفاءة. ما حدا يجرب يحتيل من هون رئيس حريري من هون وجبران بيسير من هون وعلي حسن خليمة، لا أبدا. ممنوع خارج السلطة السياسية، خارج الطبقة السياسية الموجودة. قاضي يعني تلمح إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى؟ ما بعرف انا حقيقه يعني انا ما قاضي من هذا القضاة. شو من هذا القضاة؟ هذا القضاة عمل بيان بيشرفنا كلنا. شو من القضاة؟ في قضاة نزيهين شريفين بننحني لهم وبنقول لهم انتم العداله نحن عملنا فيهم. في كثير اخصائيين من كل القطاعات، ما بقى في الا الرومي اللي حكمتها من 50 سنه من 70 سنه لليوم. شو هالحكي؟ الشعب اللبناني عنده طاقات كبيره وين ما بدها، بكل طائفه بكل طائفة فيها نخبة النخب يلي مجمدين وخنقين الأحزاب الطائفية الموجودة بالسلطة. هلأ ما بقى فيه إلا الموجودين بالسلطة هودي. بدي أشكرك أنا العميد المتقاعد جورج نادر ومن شد على إيدك ومن إلك يعطيكم العافية. ننتقل الآن إلى الزميلة رئيفة الملاح من صيدا. تفضلي رئيفة. نعم إلفي، قبل قليل حصل إشكال بين الجيش اللبناني والمتظاهرين عند حاجز الأول شمال مدينة صيدا، حيث قام الجيش اللبناني بفتح طريق إلا أن المتظاهرين أصروا على إقفالها مما أدى إلى التشابك بالأيدي بينهم وبين القوى الأمنية الجيش اللبناني مما أدى إلى سقوط جريحين. كما علمت من مصادر أمنية في الجنوب عن سقوط طائرة مسيرة يرجح أنها تكون إسرائيلية في منطقة مرج عيون. هذا كل شيء من صيدا. شكرا للزميلة رئيفة الملاح. من أخبارنا العامة، أعلنت تركيا أنها قررت عدم استئناف العملية العسكرية في سوريا بعد انتهاء الهدنة، وذلك بعد ساعات من تمديد وقف إطلاق النار شمال سوريا 6 أيام بإشراف روسي تركي. في غضون ذلك أبلغت واشنطن أنقرة أن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة قد اكتمل، وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية أنه لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات. إلى ذلك أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري أن فرص إنهاء الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد باتت أفضل بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، لكنه أوضح أن وقف إطلاق النار بشكل دائم سيعتمد على التزام الطرفين بشروط الهدنة التي جرى الاتفاق عليها في أنقرة قبل أيام. ماذا أخيرا في صفحة الأحوال الجوية؟ الجو اليوم غائم جزئيا إلى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. تتساقط أمطار متفرقة اعتبارا من الظهر وتكون غزيرة أحيانا في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد. كان في النشرة جورج نادر لصوت لبنان، حكومة برئاسة قاض من نادي القضاة. استقالة الحكومة فورا وتشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج المنظومة الحاكمة. فخامة الرئيس، قل كلمة واحدة فتحيا بها الجمهورية. دولة الرئيس، اكتب الاستقالة في سجل التاريخ. استقالة أو تعديل ولا حل ثالث، وجنبلاط يلوم العهد.
بعد 6 أيام هو صامت، لكن المتحدث باسمه هو الصهر الكريم. المصارف تعمل عن بعد. المصارف عم بتعبي آلات الـ ATM بالكاش وموجودة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة.